like a Hellcat. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نشوفوا فيه الرد الفعل ديال التوأم صفاء وهناء من بعد ما خرجت السيدة من مدينة خريبكة كتدعي بأنهما بناتها وتخلات عليهم ظروف قاهرة، فكتقول بأنهم بغاتهم يرجعوا لها وهي متأكدة 100% ومستعدة أنها تدير معاهم تحاليل. فهاد الخبر هذا دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعفوا الفنانتين صفاء وهناء الرد ديالهم كان غريب جدا، بحيث انهم نشروا اليوم واحد ستوري كيعيشوا حياتهم عادي، ما كما كنقولوا ما مسوقينش كاع الخبر، و يعني كيعتبروا بان الخبر هو تافه ومن التفاهات. فغادي نخليكم مع الفيديو اللي نشروه في ستوري، وقبل ما نخليكم مع الفيديو اختهم اسماء خرجت بواحد الرد بانها نشرت صور لها مع خواتاتها كتبين مدى الشبه بيناتهم، شبه كبير كتقول. واللي رد عليها الفنان بدر السلطان بحيث انه قال لا تكترثوا للتفاهات، الله يزين اخوتكم. ووافقتها كذلك بآية من سورة القصص، وهذا هو الرد اللي كان فالرد ديال التوأم كان رد غريب وبارد تماما. غادي نخليكم مع ستوري او ردة الفعل ديال التوأم، ومشاهدة طيبة والسلام عليكم.